بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إعلان دورة القاعدة النورانية الحديثة. بفضل الله تبارك وتعالى نجدد هذا الإعلان بعد أن وجدنا نجاحا باهرا بفضل الله تبارك وتعالى من أطفال من مختلف البلاد، سواء كان أعاجم أو كبار من الأميين وغيره. فنعلن إن شاء الله تبارك وتعالى عن فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة القاعدة النورانية الحديثة بالتهجي مع أحكام التجويد، وهذه بفضل الله تبارك تعالى أسرع طريقة مبتكرة لتعليم القراءة والتجويد للأطفال والأميين والأعاجم بالترديد مع أخيكم خادم الوحيين هشام حيدرة. مدة الدراسة عدد 20 حصة، ممكن متواصلة أو متفرقة بفضل الله تبارك وتعالى، يعني ممكن نحدد يومين في الأسبوع أو 3 أيام، أو ممكن تكون مكثفة، وهذا بيرجع لمستوى الطالب، يعني مكثفة كل يوم. تنويه طبعا، العدد محدود، المشاركة برسوم مالية، الدراسة على الخاص لكل طالب على حد. بداية الدورة بعد الاتفاق وسداد رسوم الاشتراك بيتم التواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإدارة، وهم بيحددوا المواعيد من خلال التنسيق بين الطالب والشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. المكان التدريب مشافهة أو عبر برامج التواصل زي سكايب أو ماسنجر أو واتساب أو إيمو أو أي برنامج تواصل، بشرط جودة الاتصال، ويتم التنسيق من خلال رقم الهاتف لاستعلام والحجز. إما أن تتصل مباشرة على هذا الرقم، رقم الهاتف، وإما أنك أنت تتواصل على الواتساب مع الإدارة جزاهم الله خيرا، رقم 02011148996687. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.